تثميناً لدوره المشهود في تطوير وإغناء الحركة المسرحية العربية خلال أكثر من 4 عقود، كرمت الشارقة الفنان المصري القدير محمد صبحي بمنحه جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في نسختها 12، التي تقدمها سنوياً دائرة الثقافة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات لأحد المسرحيين العرب، تقديراً لجهوده المميزة التي بذلها في خدمة المسرح عبر العديد من الأعمال الراسخة في ذاكرة الجمهور العربي، وذلك في قصر الثقافة بحضور كوكبة من كبار الفنانين العرب. محمد صبحي أنا أعرفه من زمان، ومثلت معاه من فترة طويلة في المسرح، وأعرفه شخصياً وعارف طموحه وعارف إن هو إلى أي مدى هو متميز، وهو يستحق أكتر من الجائزة. يعني هو يستحق طبعاً، هو فخر لي إن الجائزة تبقى بهذا الشكل وبهذا التقدير، وفرحان له إنها جاية من أستاذ مسرح، يعني مؤلف كبير في المسرح. الفنان محمد صبحي من أكبر الفنانين اللي أنا كنت معجب فيهم طبعاً، وله أعمال كثيرة، والله يعطيه الصحة والعافية، ويشرفنا في وطننا دولة الإمارات العربية المتحدة، وصراحة هو يعتبر يعني شيء كبير لنا وعلى رأسنا وتاج كبير لهذا المهرجان. آمن الفنان محمد صبحي بالدور التربوي والتعليمي للفن المسرحي الهادف وبمسؤولية الفنان اتجاه مجتمعه، فلم يقتصر جهوده على مجاله المهني فحسب، بل وظف إمكانيته ورصيده الثقافي لطرح العديد من المبادرات والمشاريع المجتمعية والإنسانية البناءة لخدمة وطنه. عندما يكرم فنان هو صاحب مدرسة، وهو مثل ما يعني حكيت قبل شوي قائد من قادة الرأي، لأنه هيك لازم يكون الفنان إذا كان منتمي، مثل ما حكيت كمان أيضا قبل شوي مثل الأستاذ محمد صبحي، إذا كان عنده مدرسة، إذا جذوره هي الأصل اللي واقف عليه إنساني حقيقي. فأنا بعتقد بتكريمه بيتكرم كل فنان مبدع أصيل، إنسان صاحب موقف حقيقي. اليوم أنا سعيدة جدا أني أقف عند قامة من قامات من العمالقة، عمالقة الفن على مستوى الوطن العربي، الفنان القدير، الفنان الرائع محمد صبحي. أعتقد ما في اثنين من الفنانين يختلفون على وجود هذا الفنان العملاق، صاحب القضية العربية، صاحب القضية الإنسانية. أنا اليوم سعيدة جدا أني أنا يعني في يعني ما أقدر أعبر عن شعوري أني جنب أقف أيضا جنب هذه القامة. طبعا التكريم في بلد الشخص يعني يكون التكريم عزيز، لكن التكريم في بلد آخر يكون أعز، لأن يعني جمهور آخر، ناس شافوا أعماله وميزوها وحددوه أن هذه يستحق التكريم. تكريم الشارقة للإبداع والمبدعين رسالة سامية ونهج بناء من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الدائم للحركة الفنية الهادفة وللفنان المعطاء بإمارة الثقافة والفن للرقي بمختلف الميادين.